بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي تلاميذ تلميذات الصف الأول الابتدائي أهلا بكم في قناة زكي يا بابا النهاردة هناخد مراجعة وأنشطة على الفصل الثالث من مادة الرياضيات بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا النهارده روان هناخده انشطه على الفصل الثالث من ماده الرياضيات. هنا اول حاجه روان يقول عد عد النقاط الموجوده في اطار الوحدات الخمس واكتب العدد، يبقى اسمه يا روان؟ اسمه اطار الوحدات الخمس. يعني دول خمسة ودول خمسة، بدول كم يا روان؟ عدة دول؟ دول 11 الله يفتح عليك بدول 11 وكاتبين 11 طب ودول كم يا روان؟ دول 12 الله يفتح عليك 12 ودول كام؟ 13 شاطرة يا روان ده بالنسبة لسؤالنا الأول يعني، السؤال الثاني يا روان هيقول لك صل من العمود الأول بما يناسبه من العمود الثاني، يعني اعمل إيه يا روان؟ ده رقم كام؟ رقم 13 وده كام؟ 11 وده كام؟ <applause> طيب احنا نعده كل واحده ونوصلوها بعددها. دولا كام الاول؟ دولي كده معاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 12 طب فين ال 12؟ أه. نوصل به داي. بنوصل داي بدي. طب كام يا روان؟ وعدي معاي شاطرة يا روان من أول ما بصيتي فيهم عرفت تعديهم روان. طب كام؟ 11 شاطرة يا روان ده بالنسبة للتدريب بتاعنا ده. هنا يقول لك ايه يا روان؟ ارسم الاشياء في كل شكل حسب العدد المكتوب. يعني هنا عايز هنا رقم كام؟ 11. وهنا رقم كام؟ 12. وده كام؟ 13. يبقى هنا عايزنا نرسم 11 قلم، وهنا نرسم 12 كورة، وهنا نرسم كام؟ 13 نجمة. ده بالنسبة للتدريب بتاعنا ده، ان احنا نعملوه بعدين ده. نيجي بعد كده لو روان اقول لك ارسم دايرة حول المجموعة التي بها العدد الأكبر، العدد يا روان. أكبر. في كل صف كما بالمثال، يبقى احنا ادينا وقت صفين، الصف صف. هنا عامل لك ايه يا روان؟ عامل لك دايرة حول العدد الأكبر اللي هو ما دولي؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة, أربعة، خمسة، ستة، سبعة. دول سبعة عامل حولهم دايرة. ودول خمسة ودول أربعة. نيجي احنا الصف الثاني، بص معايا كده، فين الأكثر فيهم؟ يدعى دول اكتر عشان شكلهم كتير نعدهم كده دول واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة دول سبعة ودول كام؟ دول ثلاثة ودول يبقوا كام؟ نعدوا كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة يبقى يا روان ده بنزع لنا دايره حول العادية الاكبر هنا هيقول لك ارسم دايره حول المجموعه التي بها العدد الاقل العادية روان الأقل. الاقل في كل صف كان بالمثال هنا عامل لك دايره حول اقل حاجه اللي هم الاربعه ودول سبعة ودول عشرة طب دول يبقى مين الاقل هنا دول عشان دول ثلاثة ودول كام ثمانية ودول زيهم ثمانية عشان كده اختار ده هو عمل ايه؟ اقل التلاتة، ماشي. هنا هيقول لك ايه يا روان؟ لك عد ثم ضع دايرة حول العدد الأكبر في كل صف. يبقى الأول نعده وبعد ما نعده نحط دايرة حول العدد العدد الأكبر. نعده دول مع بعض كده؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 12, 12, 12, 14, دولة, خمستاشر. نكتبو خمستاشر. دولة, دولة 12 دول 14 15 دولار 15 نكتب 15 طب دول كام دولار اتناشر جادعة عرفت على طول 12 ودول كام دولار امم شاطره يا روان طب يبقى ان هم الاكبر اكبر الخمستاشر نحط دايره حوالين ال طب نيجي اللي تحت منيهم نعدهم كده مع بعض نعد دي واحد اثنين ثلاثة اربعه خمسه سته سبعه ثمانية تسعه عشر احداشر 12 شاطره دول اتناشر طب ودول كام؟ دول نعدوا كده ولا تقف تعدوا كده؟ واحد اثنين ثلاثة اربعه خمسه سته سبعه ثمانية تسعه عشر احداشر دول 11 طب دول احداشر دول كام؟ دولة. اه عدك ده معاي؟ ده 11 11 برضه؟ طب عد لا عدك ده معاي عشان ده مش س... اه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 هو عامل الصف هنا خمسه روان عامل الصف 6 و6 وحاطط لك واحده في النص 13 طب هنا هيقول لك العدد الاكبر فين الاكبر هنا؟ العدد الاكبر اه شاطرة بيحط دايره حوله 13 طب نيجي هنا اللي بعد منيهم دول كان عدوا كده مع بعض عدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى دول 12 نكتبه 12 ودول كام نعده كده؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشرة ثلاثة دول خمسة طب ودول كام عد كده؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يبقوا كلها كام كده خمسة وخمسة يبقوا كام؟ 10 شطورة كده فين هي الأكبر؟ ال 15 نحط عدد 15 هنا هيقول لك ارسم دايرة حول الكلمة الصحيحة في كل صف هتعدي دول يا روان وتعدي دول وتختار يا أكبر من يا أقل من ماشي عدي كم عام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر عشر طب دول 13 نكتب كده 13 عشان ننسوش ماشي ودول كام؟ عد كده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12 يبقى نكتبوا ايه؟ نختار كلمه ايه؟ 13 وال12 اختار كلمه اكبر مني يبقى نقول 13, من 13 اكبر من ال12 13 اكبر من يا روان؟ من ال12 نيجي نعد الثانيين دول برضو عد كده معايا روان

اقل من ال 15 يبقى ال 14 اقل من ايه؟ من ال 15 نيجي التا اخر واحده دي عايز منين يعني نعد دول ودول دول كام يا روان؟ دول واحد ستة والدولة ستة زي ما دولة زي دول بالظبط يبقى نختار ايه؟ يساوي إيه شاطرة نختار يساوي نيجي هنا في السؤال الثاني هيقول لك ايه يا روان؟ أكمل الأماكن الفارغة على خط الأعداد التالي هنا نبدأ مع كم خط بعد هنا نص كم معي صفر آه. واحد اثنين يبقى نكتب كم هنا؟ نكتب ثلاثة شاطرة بعد الثلاثة ايه، أربعة بعد الأربعة خمسة وبعد كده خمسة آه. ستة شاطرة بعد كده سبعة ثمانية تسعة عشرة بعد وبعد العشرة حداشر وبعد الحداشر اثنى عشر وطنعشر. وبعد 12 ايه 13 14. 14 وبعد كده 15 شاطره ده بالنسبه لسؤالنا ده هنا هيقول لك ايه يا روان ضع العلامه المناسبه دي اسمها اكبر من اصغر من يساوي عد معايا كده واحد اتنين تلاته اربعه <تقال> 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 13 يبقى دول 13 وكاتبين كده كتب 13 ما تنسوش، ودول كام؟ دول عد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, 11, 11, 11 12 13 14 15, 15 دول 15 يبقى هنختار العلامة إن هي؟ هنختاروا دي لا ما دي صغير يعني بنختاروا العلامة دي اللي هي اصغر من بنحط العلامه دي كده بنمسك روان كده مين. الحنك السمكه يتفتح على ناحيه العادي الكتير والسهم بتاع المثلث ده راس المثلث ناحيه العادي الصغير ناحيه العدد دي الصغير يبقى نختاروا العلامه دي نختار العلامه ايه؟ اهي اللي في النص نختار العلامه اللي في النص مين. معناها هي روان 13 اقل من 15 13 اقل من ايه؟ من 15 طب نيجي نشوف الثانيه برضه عد معايا كده واحد اثنين ثلاثة أربع، أربعة دولة دولة. آه. تلاتة. تلاتة، خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 اثنى دول أربعة كام؟ دول اه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشرة دول 12 طب أربعة عشر 12 في القطار؟ دول القطان نختار العلامة اللي هي ايه؟ دي يبقى نختار العلامة دي معناها ايه؟ م. 14 اكبر من 12 ال 14 اكبر من ايه؟ م. 12 ايه 12؟ هيجي هنا هيقول لك هيكمل معانا برضه المقارنة بص كده معايا هيقول لك هيا نقارن اكتب زي ما احنا اتفقنا يا روان دي علامة ايه؟ اكبر من تبص ناحية ايه؟ العدد الكبير ودي اصغر من السهم ده يشاور على العدد الصغير ودي علامة إيه؟ يساوي عندك أنت الأربعة والثلاثة نحط العلامة إن هي بينهم ها؟ أه؟ لا ما دي الكبير نحط العلامة إن هي فينهم؟ العلامة إن هي دي ولا دي ولا دي؟ العلامة دي اسمها إيه؟ أكبر من يبقى عندك السمكة ده ناحية الأربعة فنقول أربعة أكبر من الثلاثة الأربعة أكبر من إيه؟ طيب نيجي اللي بعد منها دي الخمسة والثمانية نختار العلامة إن هي. إي أيوه معناها هي أصل س... المثلث كده ناحية الخمسة، بنقول لها خمسة أصغر من التمانية، الخمسة أصغر من التمانية، طب نيجي التانية هنا أهو دي سبعة ودي واحد، نختار العلامة إن هي. علامة مت... علامة إيوه الأولانية شاطر، الأولانية دي معناها أكبر من تبقى كده أهو، يبقى سبعة أكبر من الواحد، السبعة أكبر من إيه؟ من الواحد. طب نيجي هنا التاني دي رقم كام ده؟ 2 9 يبقى نختار علامة من هي؟ عليها ده لا الصغير دي. اللي في النص ليه؟ السهم ده هيشاور على الاثنين كده معناها هي روان، 2 اصغر مم. من 9 دايما تجري روان من ناحيه اليمين، تجري من ناحيه ايه؟ اليمين يعني تقولي كده 2 اصغر من التسعه، الاثنين اصغر من ايه؟ من التسعه طيب نيجي ليه؟ الاثنين والصفر نختار علامة من هي؟ شاطر يبقى نقول الاثنين اكبر من الصفر الاثنين اكبر, أكبر من, من الصفر طيب دي ايه ستة ستة تختار علامه ان هي يساوي شاطوره يساوي ده بالنسبه للسؤال ده هنا هيقول لك ايه روان قيم نفسك هنا هيقول لك قارن باستخدام العلامه اكبر من اصغر من يساوي هنا رقم كام ده روان 15 كام 15 لا اديهم دول كام مش دول خمسة وخمسة وثلاثة يبقوا كام؟ 13 شاطرة، نختار العلامة إن هي؟ دول ودول 15، في اللي أكتر فيهم؟ لا آه. العدد الكتير فين؟ 15 يبقى نختار العلامة دي اللي في النص، ليه؟ زي ما قلنا إحنا يحكمنا الناحية اليمين اليمين كانوا كتار نختاروا علامه اكبر من، اليمين كانوا قليلين نختاروا علامه اصغر من، فاحنا نقول عشر اصغر من الخمستاشر ال دول اصغر من ايه روان؟ طيب نيجي الثانيه دي، دول كام؟ عديهم كده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه بص يا روان دول خمسه ودول خمسه. يبقوا كام؟ <سؤال> واللي في النص دول كام؟ أربعة يبقوا دول كام على بعض؟ أربعة. أربعة وعشرة يبقوا كام؟ أربعتاشر. <سؤال> يبقى أربعة وعشرة أربعتاشر. طب <سؤال> دول كام دي؟ طب <سؤال> <سؤال> يبقى مين الأكبر؟ الأكثر <سؤال> <سؤال> اللا... الأربعتاشر، نختار العلامة إيه؟ العلامة دي، يبقى نقولوا أربعتاشر. اكبر من ال 13 14 اكبر من ايه طب نيجي برضو دي حل دي برضو معايا هيقول لك برضو عد دول وعد دول العلامه زي ما قلت لك القطار ناحيه اليمين تختار العلامه دي القطار ناحيه الش... الجلاري ناحيه اليمين تختار العلامه دي طب عد كده معايا كام دول واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية طب ودول كام واحد اثنين خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة طب عندك ثمانية وعندك عشرة نختار العلامة إن هي نختار العلامة أيوة اللي في النص دي معناها يا روان أصغر مين. من يعني الثمانية أصغر مين. من العشرة الثمانية أصغر مين. من هي... إيه؟ من العشرة شاطرة هنيجي بعد كده هنا يقول لك يا روان مين. عد النقاط دي وبرضو حطي أكبر من أو أصغر من أو يساوي دول كام؟ عديهم كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دول عشرة ودول كام؟ دول ستة ودول ستة يبقوا كام؟ ستة وستة يبقى دولة اتناشر يبقى دول اتناشر ودول عشرة, عشرة. بنختار العلامة ان هي دي عشان دي معناها هي روان اصغر من يعني اعملوا كده العشرة اصغر من ال العشرة اصغر من ايه دولة كام عد كده ده ستة ودولي دولي اه خمسة خمسة ستة وخمسة كام حداشر حداشر ما نقول دولة ستة بس معي دولة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحداشر. حداشر حداشر كام دولي اه خمسة. وخمسة ايوه عشرة يبقى نحط اكبر من ولا اصغر من نحط ان هي فيهم اكبر من يبقى نحط عند اكبر من شاطر نقول الحداشر اكبر من 10 11 اكبر من ايه 10. طب نيجي لدول دول دولة كام دول خمسه ودول ثلاثه يبقى خمسه 3. وثلاثه كام خمسه اه ثمانيه ما تعدي بعد الخمسه سته سبعه ثمانيه معد على الرسم عندك بعد الخمسه سته سبعه ثمانيه طب ودول كام دول دول كام بص على الصوره الرسمه دول كام 3. عد كده معايا واحد واربعة بعد الاربعة خمسة ستة سبعة ثمانية دول ثمانية، ودول ثمانية بنحط علامة في النص؟ يساوي شاطر نحطه يساوي ده بالنسبة للسؤال بتاعنا هنا روان هيقول لك يا قص الأجنحة التي بها الأعداد الموجودة أسفلها أسفل والصقها لكل ناحية تبع لعدد النقاط بص كده روان هنا جايب لي كام من تحت؟ بص معايا كده جايب أجنحة الجناح ده فيه كام؟ 11 وده فيه كام؟ وده فيه كام؟ وده 14 وده 15 هتعد انت يا روان كل جناح فيه كام نقطة؟ الجناح ده فيه كام نقطة؟ عد كده معايا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر يبقى دول في 11 النقطة هتقص الجناح ده وتحطيه هنا يا فوق يا الحداشر تمام وهتعد دول وبرضه تقص الجناح بتاعهم وتحطيه يا فوق الجناح بتاعي يعني دول مثلا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشر 12 تلتاشر اربعتاشر هتقص جناح اربعتاشر فين جناح اربعتاشر اهو هتقصيه وتلزقيه هنا ده ايه بيلعبيها مع نفسك بعد ايه بعد درس خلاص ماشي كده يبقى درسنا خلص النهارده معاكم النهارده راجعنا مع بعض الفصل رجعنا بعد الفصل الثالث من مادة الرياضيات أرجو أن تكونوا استفدتم معنا وإلى اللقاء في درس جديد مع مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته